الحين راح ننتقل إلى موضوعنا الرئيس لليوم. مشاهدينا طبعا راح يكون لنا حديث عن التعلق بالأشخاص أو الأشياء، وهو حالة عاطفية تسيطر على الإنسان وتسيطر على مشاعره. نشوف كثير من الناس أبعدتهم الظروف عن الأشخاص اللي يحبونهم، ولكنهم لا يزالون متمسكين فيهم بتفاصيلهم وذكرياتهم. وأيضا نشوف من جانب ثاني أشخاص متعلقين بأغراضهم، بملابسهم، بأماكنهم، رغم أنهم ما يستخدمونها وتتراكم وتأخذ مساحات كبيرة في المنزل، ولكنهم لا يستطيعون التخلص منها. يعني التعلق العاطفي لما يوصل لمراحل تؤثر على حياة الشخص وعلاقته، أكيد هذا الشيء يتحول إلى تعلق مرضي. خلونا نتعرف على أبرز أعراض هذا التعلق وكيف نفرق بين التعلق الطبيعي والتعلق المرضي. الحديث أكثر عن التعلق المرضي معنا الاختصاصي النفسي الدكتور عبد الله الكناني. صباحك الله بالخير دكتور، وحياك الله. صباحك الله بالنور، هلا حياك الله. وجودي معكم وإن شاء الله نساهم في الموضوع ده بشكل يكون واضح وجلي ومفيد. إن شاء الله. دكتور، في البداية هل هناك يعني تعريف للتعلق المرضي، وكيف نقدر نميزه عن التعلق الطبيعي؟ التعلق المرضي احنا دائما يعني نتكلم عن الاضطرابات النفسيه انها تؤثر على سير حياه الانسان. هنا نقدر نقول انه اي اضطراب يؤثر على سير حياتك بشكل واضح فهو يعتبر مشكله انت يجب ان تحلها. طيب نقول التعلق المرضي احيانا ما يلاحظ الشخص نفسه، ولكن في علامات له، هو انخفاض الثقه بالنفس، انخفاض تقدير الذات، اثر على حياته الاجتماعيه العمليه، في ضعف في القدره على اتخاذ القرارات. هذه علامات واضحة قد يشكو منها الشريك يعني، وأحيانا يشكو الشخص نفسه بأنه مو قادر يعني على اتخاذ أي قرارات بعيد عن الشخص اللي هو متعلق فيه. نعم. طيب دكتور، احنا لما يعني كيف نعرف هذا التعلق؟ ذكرت أنت سمات التعلق المرضي، ولكن مع أي أشخاص يعتبر هذا تعلق مرضي؟ أحيانا الإنسان قد يتعلق بأبوه، بأمه، بأطفاله، هل هذا يعتبر تعلق أيضا مرضي ولا يعني في مساحة؟ شوف، التعلق المرضي يظهر على الأشخاص يكون بشكل واضح، يعني حتى يعني في الأشياء مثلا الوركهوليكس، يعني بتلاحظ أن الشخص المدمن على العمل حتى لما يطلع إجازات نادرة تلاقيه يتصل. نعم. على العمل، يسأل، أحيانا يحضر، هذا يكون تعلق مرضي، تعلق مفرط. أحيانا تلاقي شخص بالغ كبير يلجأ لاتخاذ قرارات بالاعتماد على والده أو والدته، أحيانا يأتي عرض وظيفي في مكان مدينة أخرى يرفض، يخاف من الابتعاد. فهنا تكون العلامات واضحة، تلاقيه يعتمد على الشريك خصوصا في الموضوع المشاعر، وهذه نقطة مرة مهمة. يعني وجود الشريك هو مصدر سعادة، لا غياب الشريك مصدر قلق وتوتر عالي ومرهق لهذا الشخص. نعم. طيب دكتور، بغض النظر يعني عن المثال اللي ضربته بما يخص العمل عن مسافات بعيدة، قد يكون الرفض مش من باب التعلق المرضي، لاختيار هو اختاره، لكن دكتور لو نتكلم أيضا عن أسباب هذا التعلق، ليش الشخص يصل لمرحلة من التعلق المرضي بالأشخاص أو حتى الأشياء؟ ما هي الأسباب النفسية؟ من أهم الأسباب اللي يعني تطرقت له الدراسات والبحوث كثيرا هي تجربة الطفولة. الشخص يحتاج أن يمر بتجربة عاطفية تكون عنده الخبرات. الشخص لما يولد ما يكون عنده أي نوع من الخبرات، ويعتمد على التجارب اللي تنشأ معه في المراحل الأولى من عمره على بناء طريقة تفكيره ومشاعره. ويمكن هنا نتطرق لتجربة أجريت يعني على صغار القرود لما نزعوا من أمهاتهم، كانوا لا يلجؤون لدمية المعدن اللي فيها الحليب، ويلجؤون لدمية قماشية تشبه الأم، وهذا سلوك فطري لدى الإنسان. طيب نقول إن المشكلة عند الإنسان كيف تتكون؟ أكثر من 50% من الحالات تتكون في الأطفال اللي يمروا بظروف اليتم، يعيش يتربوا في الملاجئ، أحياناً بعد الحروب، بعد الكوارث، فيكون يتغير عليهم الأشخاص اللي قدموا الرعاية، فبالتالي لا يحصل على الجانب العاطفي والارتباط العاطفي بشخص معين، فيلاقي صعوبة في
الإشباع العاطفي ما يعرف كيف يشبعه، فيتجه إلى التعلق العاطفي، سواء كان القلق اللي هو ارتباط بشخص بشكل مبالغ فيه، أو التجنبي إنه يتجنب الارتباط بالأشخاص ويخاف من العلاقات والمشاعر لأنه يخاف من ضررها مثل ما حدث في الطفولة، أو المتذبذب تلاقيه يندفع أحيانا ويبتعد أحيانا. نعم دكتور، أيضا لو تحدثنا عن في أسباب أخرى. تفضل كم في أسباب يعني أخرى، تجارب الانفصال، أحيانا يعني الشخص يمر بتجربة صدمة انفصال قوية تؤدي إلى أنه يفقد الثقة في الشريك، مثلا انفصال الزواج، فيصير عنده تعلق عاطفي أحيانا يلجأ لبديل دون إدراك أن هذا البديل مناسب أو غير مناسب، ويقع ضحية إذا كان هذا الشخص قد يستغل هذا الجانب فيه ويدرك أنه شخص اعتمادي، والاعتمادية هي سمة واضحة عند الأشخاص المصابين بالتعلق المرضي، فيلاحظ فيبدأ يستغله ممكن ماليا أو عاطفيا أو حتى جنسيا، أو أنه يتجنب وينعزل، وتلاحظ أنه ينعزل حتى بيئة العمل، قد ينعزل عن الناس لأن اعتقاد أن كل الناس تأخذ نفس السمة هي التخلي والغدر. دكتور أيضا لو تحدثنا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية للتعلق المرضي على الفرد وعلى علاقاته الشخصية. طيب نجي للجانب النفسي، في حال أن الشخص اعتمدنا على شخص ومل من هذا الاعتماد وأن مشاعرنا تعتمد عليه، دائما نبحث عنه، دائما قلقين في غيابه، قد يحدث أن الشخص ذا ينفر ويبتعد، فبالتالي ندخل في نوبة اكتئابية بعد ما كنا في تعلق القلق. نعم. ولكن على الجانب العملي والاجتماعي تظهر بشكل جلي واضح، ممكن الشخص أن يعتمد على الشريك في قراراته حتى تؤثر على قراراته تجاه العمل، تجاه علاقاته بأسرته، أو العكس، مثلا تعلق بوالدته فتأثر على علاقته بزوجته، أو تعلق بزوجته فتأثر على علاقته بأهله، وبالتالي تظهر اجتماعيا بشكل جلي واضح يقدر يلاحظها من حوله. نعم دكتور، ما هي الخطوات اللي يمكن اتخاذها للتعافي من التعلق المرضي، وهل تشمل العلاج النفسي والتدخلات السلوكية؟ بالتأكيد أول خطوات هي الاعتراف بالمشكلة، سواء من أو من الشريك المتعلق فيه يخبر عن هذا الموضوع، أو أن الشخص يعترف فيلجأ للعلاج. نتعامل معه بتكنيكات علاجية، من أهمها اللي هو تحليل المشاعر، أنت قلق لماذا، ما هي الفكرة اللي عبرت في راسك، فنبدأ يدرك أن هذه الفكرة بسبب غياب هذا الشخص أو ابتعاد هذا الشخص أو تعلقه بحيوان الأليف مثلا، أو أنه في إجازة فهو مرتبط بالعمل وهكذا، فنبدأ نتعلم كيف نحلل هذه المشاعر والأفكار، ونبدأ نعيد ترتيب الأفكار المشوهة لتنتج يعني مشاعر سوية أكثر توازن. مهم جدا أن يتعلم التوازن بالعلاقات، ومهم جدا في عندنا نمط يسمى القواعد الإلزامية من أنماط التفكير السلبي، هذا من أكثر الأشياء أن الشخص المتعلق تظهر عليه أنه يرى ردة فعل الشريك دائما ضده، يعني لا يقرر ولا يعتقد أن الشخص يتخذ هذه القرارات نتيجة لقناعاته أو أفكاره، لا، هو اتخذ هذا القرار معناته هو يقصدني أنا شخصيا. هذه من ضمن أنماط التفكير السلبية اللي تعالج في العيادة. دكتور باختصار وبثواني لو تكرمت، كيف نتعامل يعني لو كان يعني كيف يتعامل الشخص مع شخص متعلق فيه مرضيا؟ أول شيء يقدم له الدعم الاحتواء ويساعد على اللجوء للعيادة لبدء خطوات العلاج، لأنه هو طبعا يكون متضرر. نعم. بكل تأكيد الشخص اللي مرتبط بشخص متعلق فيه تعلق قلق هو أكيد متضرر، وبالتالي يحاول مع الشريك أن يساعده في التخلص من هذا التعلق، إيجاد علاقات أخرى، أن يكون لديه أنشطة خاصة، وبالتالي يستطيع أن يجد السعادة بمفرده أو مع علاقات أخرى. دكتور عبد الله الكناني الاختصاصي النفسي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك يوم سعيد يا رب. عفوا.